نأتي الآن إلى القسم الثاني، فقال رحمه الله: فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. يعني إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل لم يرد به التقرب إلى الله جل وعلا، فعله كما يفعل سائر البشر، فهذا يدل على الإباحة في حقه وحقنا، كما في طريقته في النوم مثلا إذا لم يقل إن هذه سنة، طريقته في الأكل، طريقته في الشرب، قيامه، قعوده، نومه ونحو ذلك من الأفعال التي يفعلها، اللباس ونحو ذلك. فالأصل في هذه الأشياء هي الإباحة. وهذه اللوحة التي أمامك الآن تبين لك أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان قربة إما أن يكون مختصا به فيحمل على خصوصية، أو غير مختص به ففيه خلاف بين العلم، وإذا كان عادة وجبلة فإنه يكون مباحا. ثم دخل في الإقرار فقال: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله. يعني أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تكون قولية وفعلية تكون تقريرية، والتقرير معناه أن يحدث شيء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إما أمامه أو في زمنه ويعلم به ويسكت عليه الصلاة والسلام، فيدل على أن هذا الفعل إن كان يعني على حسب نوع الدلالة، قد يكون إقرارا على وجوب، وقد يكون إقرارا على استحباب، وقد يكون إقرارا على إباحة، والغالب أن الإقرار يدل على الإباحة، على الإباحة. فإذا وقع في مجلسه فهذا ولم ينكر على من فعله فإن حكمه حكم ما فعله هو أو قاله. وأما قال المؤلف رحمه الله وإياه: وما فعله في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. وهذا هو النوع الثاني كما ذكرت لك، وهو ما فعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لا بد أن يعلم علمه به صلوات الله وسلامه عليه، فإذا علم كان حجة، وإذا ثبت لنا أنه لم يعلم فإنه لا يكون حينئذ حجة لأنه لم يعلم به، فربما يكون محرما ولم يعلم بذلك عليه الصلاة والسلام. وهذه اللوحة التي أمامك الآن تبين أن السنة تقريرية، إما أن تكون حدثت في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فالشرط عدم الإنكار على من فعلها، والحكم أنه حكم ما فعله أو قاله. وإن حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالشرط علمه بالفعل وعدم الإنكار، وحينئذ يكون حكمه حكم ما فعله في ما فعل في مجلسه. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على الأفعال دخل الآن في باب النسخ. والنسخ أخي الكريم يعرض للألفاظ، فيدخل في القرآن ويدخل في السنة، ولذلك أعقب المؤلف رحمه الله وإياه الكلام على ما يتعلق بالأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق بباب النسخ، لأنها متعلقة بالألفاظ. فقال المؤلف رحمه الله وإياه: وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. هذا كلام المؤلف رحمه الله يبين أن النسخ في اللغة يطلق على معنيين، إما أن يكون الإزالة كما في قول نسخت الشمس الظل أي أزالته، وإما أن يكون معناه النقل في قولك نسخت الكتاب أي نقلته، ولعل المعنى الأول هو الأليق بالمعنى الاصطلاحي. وباب النسخ الكريم باب مهم وعظيم، ولا بد أن يعرفه المجتهد حتى يميز بين النصوص الناسخة والمنسوخة. ثم شرع المؤلف رحمه الله وإياه في تعريفه اصطلاحا فقال: وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. إذن التعريف النسخ في الاصطلاح لابد أن تلاحظ في أولا: خطاب دال يفيد أن النسخ إنما يكون بنص من الكتاب والسنة، فالإجماع لا ينسخ والقياس لا ينسخ وقول الصحابي لا ينسخ، النسخ لابد أن يكون بكتاب أو سنة. هذا النسخ يدل على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، أي لابد أن يكون المنسوخ ثابتا بخطاب، لابد أن يكون المنسوخ ثابتا بخطاب من الكتاب والسنة، وأن يكون فيه تقدم، يعني عرف التاريخ، فيكون عندنا نص متقدم ونص متأخر وهما متعارضان، ففي هذه الحالة يكون النص المتأخر ناسخا للنص المتقدم، لابد من التعارض أو التصريح من الشارع بوجود النسخ، أما إذا كان ما في تعارض فلا تصح دعوى النسخ. وقوله على وجه لولاه لكان ثابتا، معناه أن الخطاب المتقدم كان المقصود به الثبات والدوام، لولا أن هذا النص المتأخر دل على عدم ثبوته، وهذا القيد يخرج ما إذا كان الحكم مثلا مقيدا بوقت ثم انتهى بخروج وقته فإن هذا لا يكون نسخا. وأما قوله رحمه الله مع تراخيه عن، أي من شرط النسخ وجود فترة بين النص المنسوخ والنص الناسخ، ولا يلزم في هذه الفترة العمل، لا يلزم، بل لابد أن يكون هناك فترة في النزول، أما لو صدر معا فإنه في هذه الحالة يكون من التخصيص والتقييد وليس من باب النسخ.
هنا أنبه إلى مسألة، ولعلك أخي الكريم يعني تكون محل بحث بالنسبة إليك، وهي ما معنى النسخ في اصطلاح الصحابة والتابعين؟ هل هو بمعنى النسخ في اصطلاح الأصوليين أم لا؟ ولعلك تراجع هذه المسألة إن شاء الله ونتناقش أنا وإياك فيها. بعد أن بين المؤلف رحمه الله وإياه معنى النسخ في الاصطلاح، شرع الآن في أنواع النسخ من حيث المنسوخ، فقال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخ الأمرين معا. يراد بالرسم هنا اللفظ، وهذه ثلاثة أنواع: أن ينسخ اللفظ الحديث أو القرآن الكريم ويبقى الحكم، وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وقد ينسخ اللفظ ويبقى والحكم معا. مثال الأول وهو نسخ اللفظ دون الحكم، نسخ اللفظ دون الحكم، آية الزنا اللي هي الرجم، فإنه ثبت في الصحيح صحيح البخاري ومسلم عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: نزلت آية الرجم ورجم صلى الله عليه وسلم ورجمنا، ثم رفع اللفظ وبقي الحكم. ومثال نسخ الحكم دون اللفظ التصدق بين يدي المناجاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا منسوخ الوارد في سورة المجادلة مع أن لفظه باقي. وأما مثال نسخ اللفظ والحكم معا فهذا كثير، من أمثلته قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل 10 رضعات يحرمنا ثم نسخنا ب5 رضعات. ثم شرع المؤلف رحمه الله وإياه إلى الكلام على نوع آخر من أنواع النسخ، فقال: وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. هذا أقسام للنسخ أخي الكريم، من حيث وجود بدل للمنسوخ وعدم وجوده، وجود بدل للمنسوخ وعدم وجوده. فأولا أن يكون النسخ إلى غير بدل، الثاني أن يكون نسخ إلى بدل. النسخ إلى غير بدل يعني أن لا يعقب المنسوخ حكم آخر، مثلا حينما نسخ الله تبارك وتعالى التصدق بين يدي المناجاة للنبي صلى الله عليه وسلم الواردة في سورة المجادلة، لم يأتي بعدها حكم آخر، يعني يقول افعلوا شيئا آخر، وإن كان أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا الأمر به ثابت من قبل، لكن المنسوخ هنا لم يأتي شيء آخر يعقبه، هذا يسمونه النسخ إلى غير بدل. وقد يكون النسخ إلى بدل، وهنا إما أن يكون البدل هذا أخف أو أغلظ أو مساوي. فمثال الأخف تحريم، نسخ تحريم وطء النساء في رمضان بالليل، والأخف والإباحة، فنسخ إلى أخف. ومثال الأغلظ أن الصيام في أول الأمر كان مخيرا فيه الإنسان، ثم نسخ إلى الإلزام بأن الجميع يصومون. ومثال المساوي نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، لا فرق، إلا أنك بدل ما تستقبل هذه الجهة تستقبل هذه الجهة. ثم بعد ذلك شرع الآن المؤلف رحمه الله وإياه في الكلام على ما هي الأشياء التي أو الأدوات للنسخ، فقال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، أي القرآن الكريم ينسخه قرآن مثله، آية تنسخها آية، وهذا كثير في القرآن الكريم، ولعلك تطلع على الأمثلة في الكتاب المرفق. قال: ونسخ السنة بالكتاب، أي أن السنة تنسخ بالقرآن الكريم، فيكون أن السنة منسوخة والقرآن الكريم هو الناسخ، كما في صلح الحديبية، فقد كان من جاء من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعيدونه إليه فنسخ ذلك بعدم تسليم المؤمنات. ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، هنا الآن يبين المؤلف رحمه الله وإياه أن السنة لا تنسخ الكتاب لأنها أقل منها، كما في قول الله تبارك وتعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وهذا هو القول المشهور عن الشافعي، وهو أيضا قول مشهور عن الإمام أحمد رحمه الله ورحمهم جميعا، وخالفهم جمهور الأصوليين. وليس الآن المقصود هو بسط هذه الجملة، ولكن المقصود هنا أن نبين أن القرآن الكريم لا تنسخه السنة. ثم قال: ونسخ السنة بالسنة، هذا هو النوع الرابع، وهو أن السنة هل تنسخ بالسنة؟ نعم، السنة تنسخ بالسنة، قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. هذا كلام من المؤلف في بيان أن القوة من حيث الثبوت لا بد أن يكون الناسخ والمنسوخ في درجة واحدة، أو أن يكون الناسخ أقوى. فمثال الدرجة الواحدة متواتر مع متواتر، آحاد مع آحاد. مثال الناسخ الأقوى متواتر ينسخ آحاد، هذا ما في مشكلة، لكن آحاد لا يقوى على نسخ المتواتر، هكذا قرره المؤلف رحمه الله وإياه. ف
فلماذا؟ قال لأن الآحاد أضعف والمتواتر أقوى، فلا بد أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ أو أقوى منه. لكن ذهب بعض أهل العلم وهو الصحيح إلى أنه يجوز نسخ الآحاد، نسخ المتواتر بالآحاد. في مسألة لعلك أنا أيضا هذه أنت يعني تراجعها ونتواصل معك فيها، وهي هل ينسخ الفعل القول، يعني ينسخ الفعل القول أم لا بد أن يكون قول وقول وفعل وفعل؟ نعم، الآن هذه الشريحة التي أمامك أقسام النسخ من حيث المنسوخ، نسخ اللفظ، نسخ الحكم، نسخ اللفظ والحكم معا. أقسام النسخ من حيث الناسخ: نسخ الكتاب بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. ثم من حيث وجود بدل للمنسوخ: النسخ إلى غير بدل، والنسخ إلى بدل أغلظ من المبدل أخف، وبدل مساوي. ثم أخي الكريم، خلاصة هذا الدرس: عرفنا تعريف المجمل والبيان، وعرفنا أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع وعدم الخصوصية، وعرفنا أن السنة منها تقريرية وهي ما فعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو في مجلسه ولم ينكر. ثم عرفنا ما يتعلق بالنص والظاهر والتأويل وشروط التأويل. ثم بعد ذلك عرفنا ما يتعلق بالنسخ وأقسامه. هذا ما يتعلق بهذا الدرس السابع. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياك هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.